أندية وهي بتتابع منافساتها مع أندية من بره مصر، يعني الأهلي رايح لمباراة العودة مع الترجي على ملعبه في استاد رادس. أكيد. تتمني جمهور الأندية التانية اللي مش بيشجع الأهلي بطبيعة الحال يتعامل مع المباراة دي إزاي؟ يشوفها إزاي؟ أولاً الأهلي هو بره مصر وبيمثل مصر، تمام؟ يعني هو الأهلي ده بيلعب بره مصر أو كان بيلعب هنا مع الترجي في اسكندرية، هو ممثل لاسمه مصر، إذا إحنا معاه كلنا. ويهمنا جدا ان اسم مصر يكون ظاهر بشكل محترم ولائق كما ينبغي، لان هو دوت هو ده اللي دايم. اتمنى ما يحصلش اي مشاكل، وان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس احنا نبعد شويه عن ان احنا نكبر المواضيع ونضغط ونسيب الامور تمشي بسلام. هتمشي كويسه ان شاء الله، وباذن الله اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي هناك باذن الله. هل الاتحاد بيبقى معني او مهتم بان فريق مصري خارج هيواجه، حتى لو ده تحت مظله الاتحاد الافريقي، بيبقى حريص على التاكد ان كل الامور تسير بشكل جيد، على الاطمئنان على اي تسهيلات ممكن يقدمها اتحاد الكوره او يشارك في تقديمها لفريق بحجم النادي الاهلي وهو في رحلته الى تونس، ولا بيبقى ده خلاص الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن ده فانتم مش طرف على الاطلاق، ما بتحاولوش تاخدوا اي مبادره؟ هو بما ان الاتحاد الافريقي هو المسؤول، بس الاتحاد المصري لكره القدم هو ده مظله الانديه كلها في مصر، اذا هو له دور كبير جدا وهو داعم طبعا لانديه مصر كلها في اي حاجه، ده ما يلغيش دوره، دور الاتحاد موجود. وكان المهندس ثاني ابو ريده يعني جنبا الى جنب مع الكابتن بالظبط كده، اذا دور الاتحاد موجود سواء كان سواء كان الماتش ده او النادي اللي بيلعب ده بره مصر او جوه مصر، دور الاتحاد ده ما ينفعش حد يلغيه او حد يقول ان هو مش موجود. يعني رؤيتك يا دكتوره دينا ان لو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الاسماعيلي اي فريق هيمثل مصر في بطوله عربيه او افريقيه وطلب منكم تذليل اي عقبه، حتى لو مظله المباراه دي في بطوله بتتبع اتحاد عربي او اتحاد افريقي، هتتدخلوا هتحاولوا بقدر طبعا المستطاع؟ اكيد الاتحاد المصري هو سبورت لجميع الانديه المصريه في اي مكان، يعني ده اكيد مما لا شك فيه طبعا. لو في اي حاجه تساعد الانديه دي احنا لازم نقف جنبهم. طيب مستوى الاحتراف في مصر، ثقافه الاحتراف، العلاقات التعاقديه بين اللاعبين والانديه، كل الامور دي شايفاها ازاي وممكن تتطور ازاي في الفتره الجايه؟ والله هو الاحتراف في مصر حاجه محترمه جدا، وظهر معاه في دخل بقى محترم جدا في مصر من خلال الاحتراف. احنا محتاجين بس التطوير يبقى عن طريق الدراسه الصحيحه السليمه، يعني هو مش موضوع تسويق لاعبين وخلاص او مش موضوع احتراف وخلاص، لا احنا موضوع ان احنا عايزين نستغل الاحتراف ده في صالح الكره المصريه، يبقى مثال محترم يحتذى به ان هو يبقى مثال لغيره عندنا من اللاعبين الموجودين في مصر، يبقى حاجه كده ما يبقاش ماشي بدون هويه، لازم تحدد الهويه بتاعته بس. يعني شايفه ان احنا ممكن نقرب اكتر من النماذج اللي